احنا اليوم الكازا كرواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعين القضايا اللي كتروج في الساحه الاعلاميه، جينا متضامنين مع الضحايا حفصه وادم اللي كانوا ضحايا اعتداء جنسي، وتم عكس الامور، تقلب عليهم كل شيء، ولاو معرضين للتشهير وغيرها من الامور. الوغ جينا حنا اليوم باش كنطالبوا بالحق ديالهم يرجع ليهم، وكنطالبوا بمحاكمه صادقه وعادله باش ياخذوا الحق ديالهم حيت هما مظلومين. السلام عليكم. اليوم كفعاليات حقوقيه جينا نضمنوا مع حفصه وادم، ما تنضمش مع حفصه وادم، تنضمن مع اي مغربي حتى تعلق عليه اعتداء جنسي في حياته، حيت هذاك الاعتداء تبقى نقطه سوداء في الحياه صعيب تمسح، وخصو يعرف بان كاينين الناس وكاينين جمعيات، كاينين حقوقيين اللي يوقفوا مع الناس اللي عندهم بحال هاد المشاكل، وان شاء الله الا مشاو للمحكمه غيكون الانصاف ديالهم، وغيكون مثل الحي هو اليوم حفصه وادم في المحكمه في محكمه سينا بالدار البيضاء. هذا تطوع شخصي 100%، انايا كفاعل حقوقي تتضامن مع اي مغربي، اي شاب من جميع الفئات الاجتماعيه، باش نوقف معاه المشاكل ديالو الاجتماعيه. Thank you.